السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، ولقاء جديد وشرح جديد من شروحات كورس فاير فايتنج يقدمه لكم مهندس طه أبو النور. إن شاء الله احنا شرحنا المرة اللي فاتت سيشن 1، بإذن الرحمن إن شاء الله هنشرح النهاردة سيشن 2. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تقسيمات السيستمز اوف فاير فايتنج، وعرفنا ان في ثلاث أنظمة رئيسية: الجاس سيستم، الووتر سيستم، الفوم سيستم، وكل منهم ينقسم الى قسمين: اوتوماتيك ومانوال سيستم. وان شاء الله النهارده هندرس الووتر فاير فايتنج سيستم. هندرس الاول الجزء المانوال، بينقسم لقسمين: الجزء الاول هو الفاير هيدرانت اللي هي عسكري الحريق، الجزء الثاني اللي هي ستاند بايب او الفاير هوز كابينت. ثم هنتطرق بالدراسه الى الاوتوماتيك سبرينكلر سيستم، والجزء ده ان شاء الله هيطول معانا شويه لان هو هيبقى عليه ديزاين. قبل ما نتكلم عن المانوال سيستم او الاوتوماتيك سيستم اللي هي الفاير هيدرانت سيستم، هنحب بس نوضح الحاجه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. احنا ذكرنا انواع المخاطر اللي هي لايت هازارد واورديناري هازارد واكسترا هازارد، وقلنا اللايت هازارد زي مثلا المكاتب والمدارس، المساجد، الكنائس، والمواد اللي بتكون فيها اللي هي ما فيهاش خطوره كتيره زي مثلا المواد الصلبه القابله للاشتعال زي الخشب والورق وهكذا. بالنسبة للخطورة المتوسطة كان فيها جروبين، جروب 1 وجروب 2، ودي بتشمل مثلا زي السوبر ماركت، المطاعم، معرض السيارات، الجراجات، المصانع، المصانع اللي فيها خطورة متوسطة، وكمية المواد الصلبة القابلة للاشتعال أكبر من كمية المواد الصلبة القابلة للاشتعال في المواد في الخطورة الخفيفة اللي هي اللايت هازارد. وعندنا طبعا آخر تصنيف اللي هو الكستر هازارد، الخطورة الكبيرة أو التقيلة الهيفي، فزي ورش النجارة الكبيرة، معدات الورش، ورش السيارات، ورش صيانة السيارات، والورش هناجر الطيارات الصيانة، وأماكن الطبخ العالية، وأماكن الدهان والصباغة. طبعا النقطتين دول أنا بهتم بيهم جدا، ليه؟ لأن هي تفرق معايا جدا في التصميم. قبل تصميم أي نظام لفاير فايتنج لازم أولا أحدد درجة الخطورة لهذا المكان. فالنهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض بدراسه المانيوال ووتر فاير فايتنج سيستم، وهنبتدي بيه بالهيدرانت فاير فايتنج سيستم. هنبتدي النهارده ندرس الووتر فاير فايتنج سيستم، بس قبل ما ندرس الووتر فاير فايتنج سيستم او ندخل في الدراسه بقى، لازم نعرف اولا الوحدات المستخدمه في هذه الانظمه، انظمه الفاير فايتنج والتحويلات ليها. زي مثلا عندنا البريشر، احنا عارفين ان البريشر بيكون بالبار، بس هنا في النظام البريتش اللي هو البريطاني بيشغلين دايما بالبي اس اي اللي هو الباور باوند سكوير انش، باوند بير سكوير انش، ده بالنسبه للبريشر. طبعا عندنا الاريا بدل بالمتر مربع هتبقى بالفيت مربع، فيت سكوير. طيب عندنا كل واحد متر مربع بيساوي 10.8 فيت سكوير، وعندنا التمبريتشر بالفهرنهايت مش بالسيليسيوس، وعندنا الفلو بالجي بي ام، جالون بير مينت مش لتر بير مينت، وعندنا الحجم الميه يعني بالكيوب كيوبيك متر، المتر مكعب، والمتر مكعب بيساوي 264 جالون. وعندنا طبعا الاقطار اللي الديامترز بتساوي، الديامتر بنحسبها بالانش مش بالمليمتر ولا بالسنتيمتر. لو حسبنا الاطوال بالمتر او الاقطار بالانش الضغط بالبار مفيش مشكلة، بس هو نظام البريتش احسن، وهو الريكومندد في المواضيع بتاعت الاتش فاك والفاير فايتنج وكذلك البلامينج. طيب ان شاء الله هنبتدي دراسة بالهيدرانت ووتر فاير فايتنج سيستم 1، مانيوال سيستم الفاير هيدرانت، والستاند بايب اللي هو الاف اتش سي، اف اتش سي اللي هي فاير هوز كابينت، احنا هنعرف الرمز ده كده اختصاره فاير هوز كابينت اللي هي كابينت الايه الحريق او صندوق الحريق. لو خدنا الاوتوماتيك سيستم هندرس فيه السبرينكلر سيستم فقط، يبقى احنا دلوقتي هندرس المانيوال سيستم فاير هيدرانت. الشكل اللي قدامنا ده كده شكل الفاير هيدرانت، وهو احنا عارفينه وبنشوفه في الشوارع كتير، بيبقى بالشكل الاحمر ده كده، وده طبعا ايه الشكل الدياجرام بتاعه، تفصيل ليه من جوه، واحنا هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. بيقول الهيدرانت از ان ابرايت ووتر بايب اوبن ان ستريت ويز ذا نوزل ويتش ا فاير هوز
can be attached with 1 2 3 single hydrant double hydrant riser means. طيب هو بيقول لي ان الهايدرانت اللي في الشارع ده او عسكري الحريق ده بيكون عباره عن ستاند بايب زي ما احنا شايفين كده، بايب في الشارع بقطر معين ولتكن 150 مللي من تحت، ثم طلع بنزل لفوق زي المسلوبه كده على 100 ملم الى اعلى. طيب بتتصل بيه بثلاث حاجات. اول حاجه سنجل هايدرانت يعني نزل واحد سنجل وهو اللي فوق ده، تمام، اللي احنا بنشاور عليه ده. وتاني حاجه الدبل نزل او الدبل هايدرانت اللي هم الاثنين دول وهم واخدين حرف تي، بيعملوا مع الشكل ده حرف تي، يبقى كده النزل والدبل. واخر حاجه الرايزر مينز اللي هو الجزء ده كله وارتفاعه عن الارض لا يزيد عن 1 متر ولا يقل عن 50 سنتي، هو بيبقى رينج بين 50 ل 1 متر من الايه الارض. ده كده شكل الفاير هيدرانت. اماكن الفاير هيدرانت بتبقى في الشوارع والممتلكات الخاصه او الدور، يعني مش هينفع نركبه جوه المنازل ولا في جوه المستشفيات ولا هكذا، لا هو بيركب بره في الحديقه وهكذا. طيب عندي تاني حاجه في المانيوال سيستم الستاند بايب او الفاير هوز كابينت الاف اتش سي، عندي فيها تلاته كلاسيفيكيشن او تلات انواع منها. عندي كلاس اي وكلاس دبل اي وكلاس 3 اي او اللي هو تريبل اي. كلاس اي ده غالبا لا يستخدمه الا الدفاع المدني ويكون في الاماكن المفتوحه. كلاس دبل اي بيكون داخل المبنى زي مثلا المدرسه والاماكن المغلقه، لان وقتها يعني اي حد يتحكم فيه، بينما ان الكلاس اي بيكون تقيل محدش يقدر يتحكم فيه غير حد متخصص من الدفاع المدني، تمام. عندنا الكلاس اي سيستم ده بيكون مواصفاته ان هو 2.5 بوصه 2.5 انش، ضغط بيتفاوت ما بين 4.5 الى 7 بار، وطبعا ضغط كبير بالنسبه للخرطوم، وبيطلع يعني بيخرج منه فلو ريت بيساوي 250 جالون بير مينت، 250 جالون في الدقيقه، دي طبعا حاجه كبيره جدا، فعشان كده بيكون تقيل ولا يستخدمه الا الدفاع المدني، احد مخصص من الدفاع المدني، عشان كده بيكون تقيل. هو ده الشكل بتاعه، هو ده الكلاس اي 2.5 انش 2.5 انش، والضغط بتاعه بيكون من 4.5 ل 7 بار. طيب عندنا الكلاس دبل اي زي ما احنا شايفين كده، ده الكلاس دبل اي بيكون القطر بتاعه النزل بتاعه 1.5 بوصه 1.5، والفلو ريت بتاعه بيكون 100 جالون بير مينت، يعني 100 جالون في الدقيقه، ودي طبعا حاجه مش كتيره قوي. وبالنسبه للضغط بتاعه 4.5 بار، فاي حد يستخدمه، وده بيكون غالبا على السلالم وفي الاماكن العامه لتواجده، ويستطيع اي احد ان يستخدمه من المواطنين او من الدفاع المدني سيان الامر هكذا. يعني عندي كمان الكلاس اي، يعني ده اماكن تواجده بتبقى بين كل طابقين على السلم وعلى سلالم الهروب، لازم الاقي الصندوق كلاس اي. كمان بيوجد على جانب من على كل جانب من الجدران المجاوره لفتحات خروج المخارج الافقيه، تمام. وعند مدخل بيتواجد عند مدخل كل ممر ومداخل العمل الاسواق، مثلا تلاقيه في مول معين او في كذا او في كذا. عندي برضو الكلاس دبل اي، ده الاماكن اللي بيتواجد فيها الطرقات والممرات الداخليه الطويله، يعني عندي ممر طويل او طرقه طويله جدا ده بتلاقي فيها الكلاس دبل اي، لان يستخدموا لازم يستخدموا الناس اللي هم المدنيين العاديين واي احد يستطيع ان يستخدمه، وتلاقيه كمان في الاماكن الداخليه للمصانع وصالات الانتاج وهكذا من الاماكن. عندي بقى الكلاس ده الكلاس تريبل اي، هو نظام مشترك بين الاثنين، بيكون صندوق كبير بيتحط فيه الاثنين كده زي ما احنا شايفين فوق بعض او جنب بعض فيرتيكال اور هوريزونتال، ويكون فيه اللي هو الخرطوم 1.5 بوصه والخرطوم 2.5 بوصه، ويكون ده بيستخدمه الدفاع المدني، تمام. عندنا السبرينكلر سيستم. سبرينكلر سيستم نظام المرشات التلقائية. المرشات التلقائية عندي منها كذا نوع، عندي الويت سيستم اللي هو النظام المائي،
وعندي الدراي يعني مفهوش ميه، وعندي البري اكشن، وعندي الديلوج سيستم. طيب هنتعرف على كل واحد بالتفصيل بعد ما نعرف مكونات الشبكه. من هنا مكونات الشبكه: سيستم كومبوننت، ووتر تانك، ستيشنري بامب، كنترول فالفز، ووتر ديسشارج اليمنت، سبرينكلر اول اف اتش سي، فاير هوز كابينت. في الرسمه اللي قدامي دي لو ركزت فيها هلاقي هنا، هلاقي عندي هنا دي الستيشنري بامب، وعندي هنا التانك، وعندي هنا الهيدر، ثم الرايزر، ثم المين كروس او الكروس مين، ثم البرانشز. تمام، بيتفرع منها من البرانشز دي بيتاخد منها السبرينكلرز وهكذا. فدي الشبكه ككل ان شاء الله هندرسها بالتفصيل قدام. دلوقتي هندرس الويت سيستم. الويت سيستم، الويت سيستم هو اكثر الانواع شيوعا في الاستخدام، وتكون وتكون المياه مضغوطه في جميع مواسير الشبكه حتى فتحات الرشاشات، ويكون الرشاش مغلق بما يسمى البلب الزجاجي حتى ينكسر عند حدوث الحريق وينزل منه الماء فيغمر المكان بالكامل. وده فيديو بيوضح لنا ازاي الويت سيستم بيشتغل. انا عندي الشبكة دي بريشرايزد يعني مضغوطة، عندي هنا بريشر جيج، وعندي هنا جيت فالف، وعندي هنا حاجة اسمها باي باس، وعندي هنا الاوتوماتيك الميكانيكال الارم، تمام، وعندي هنا السبرينكلرز، وعندي هنا الميه، الميه كده مضغوطه في الشبكه كلها لحد السبرينكلر من هنا. تحت هنا كده هنشوف المتصل بالبمب ثم التانك. فالميه بدايه الميه هتنزل من السبرينكلر لما الحريق هيشتغل. تعال نشوف، ادي عندي الحريق اشتغل، الميه نزلت من السبرينكلر ده او ده، فالجوكي بمب اولا اشتغلت سحبت الضغط المفروض قل في الشبكه لان تصرف هنا عدد جالون بير مينت في يعني لان هنا الميه قلت فالضغط قل، فالجوكي بامب ما قدرتش تعوض كل الفقد. فايه، فالالكتريكال بامب اشتغلت. عندي هنا طبعا الميكانيكال الارم من الباي باس خد اشاره وايه واشتغل الميكانيكال الارم. نرجع هنا برده نشوف ان الميكانيكال اللي بعد الجوكي بامب اشتغلت وعوضت الضغط، ما قدرتش تعوض الفلو، فالالكتريكال بامب اشتغلت زي ما احنا شايفين، وده الميكانيكال الارم. يبقى ده كان اول نوع من انواع السبرينكلرز. انا اول نوع عندي الويت، تاني نوع الدراي والبري اكشن والديلوج. تمام، هناخد الدراي بايب فاير سيستم. دراي بايب فاير سبرينكلر سيستم ده المواسير فيه بتكون ممتلئه بالنيتروجين او الهواء او اي ابروفد جاز، يعني مش شرط نيتروجين او هواء، ممكن يكون فيه اي جاز تاني ممتلئ به المواسير. طب بعد المواسير، يعني هي المواسير فيها ميه ولا فيها غاز؟ هو المواسير اولها فيها من ناحيه الرشاشات فيها غاز مضغوط، ثم من بعد الدراي بايب فالف يكون في الوضع المغلق دائما، وخلفه الماء، يعني الميه ثم الفالف ثم الايه الهواء المضغوط او الغاز المضغوط. طيب عيوب ومميزات نظام الدراي بايب فاير سبرينكلر سيستم. هنقول اول مميزاته ان هو يكون بيعمل حمايه تلقائيه، لان المحتمل وجود درجات حراره قليله جدا في الاماكن اللي بيكون بيها درجات حراره قليله، مثلا زي الثلاجات الكبيره بتكون فيها فريزنج مثلا، فلو سيبنا الميه الميه تتجمد جوه المواسير فحجمها يكبر هتكسر المواسير او مش هتنزل من السبرينكلر اساسا لان هي هتكون الميه متجمده. فانا دلوقتي بتفادى هذه النقطه ان انا بستخدم غاز مضغوط، والغاز مش هيتجمد، الغاز مضغوط ده الغاز هيكون في على السبرينكلر لحد الفالف، بعد الفالف هيكون خارج المكان اللي فيه درجة الحرارة قليلة جدا هيكون المية. فعند حدوث الحريق داخل المكان اللي فيه درجة حرارة قليلة اولا السبرينكلر هيفتح، ثم ينزل الغاز، ثم المية تنزل ورا الغاز على طول، وده يكون
شكل الدراي بايب سيستم. تمام. طب عيوب المجال ده ايه، او عيوب النظام ده ايه؟ عيوبه ان هو بيحتاج معدات كتيره، ولازم يكون مضغوط بالهواء، فاحتاج مصدر لضغط الهواء زي كومبريسور مثلا، واحتاج صيانه مستمره، ده غير ان تكلفه الشبكه بتاعته بتكون عاليه شويه، وكمان صيانته ومصاريف تشغيله بتكون عاليه. كل ده بالتنسيب او بالنسبه الى الويت سيستم بيكون ارخص شويه او ارخص بكتير من الدراي سيستم. وده فيديو بيوضح لنا ازاي الدراي سيستم بيشتغل. طبعا عندنا الحريق هنا حصلت، ده التانك لحد هنا كده، لحد نشوف الجزء الاصفر ده، ده جزء مضغوط بالغاز، وده الفالف تشيك فالف، وهنا الجزء الازرق ده جزء الميه. تمام. فانا عندي الجزء الاصفر الغاز هيضرب لما السبرينكلر يضرب، الغاز هيشتغل. احنا نشوف من هنا السبرينكلر كده مفروض يفتح، الغاز هيبتدي يتحرك في الماسوره، يخرج من السبرينكلر، يفتح الجي التشيك فالف، ثم يمر الماء من التشيك فالف عابرا بال، ثم يمر بالسبرينكلر، ثم تنطفئ الحريق. زي ما احنا شايفين ده الهواء رايح للتشيك، يفتح المعلقه بتاعت الفالف، الميه واقفه عندي هنا تحت. تمام كده التشيك فالف فتح، طبعا في جزء من الميه بيروح للميكانيكال الارم عشان يعمل صوت او يضرب اشاره كهربيه ان هو في حريق في المنطقه دي. الميه ماشيه في طريقها رايح السبرينكلرز. طبعا الجيج بريشر هيخلي الجيكي بامب تشتغل لتعوض الفقد في الايه، في الميه. الجيكي بامب مش هتقدر تعوض كل الضغط في الفقد في الضغط، فالالكتريكال بامب هتبتدي تشتغل. طبعا في هنا بيبقى في بامب تانيه اللي هي الديزل او اذر سورس بامب، مش شرط تكون ديزل. ده كده نظام الدراي بايب فاير سيستم. البري اكشن سيستم هو زي الدراي سيستم لكن في فروق. انا عندي بيقول لي اول سبرينكلر هيد زي ار كلوزد، ماشي، يعني عندي السبرينكلر مقفول، بس انا عندي في الويت سيستم كان ممتلئ بالميه، وفي الدراي سيستم كان ممتلئ بالغاز. هنا بيقول لي بايبس ارنت فيلد ويز ووتر، يعني مش مليانه بالميه. بيقول لي ديتكشن ديفايس اوبن ووتر فالف، يعني الحساس هو اللي بيفتح فالف الايه الووتر عشان الووتر يعدي. طيب عندي انواعه تايبس اوف رياكشن سيستم، عندي النون انترلوك سيستم والسنجل انترلوك سيستم والدبل انترلوك سيستم. النون انترلوك سيستم ده بيشتغل اما اشاره كهربيه او اما انه يكسر البلب عشان يشتغل. السنجل انترلوك سيستم ده بيشتغل بالديتكشن عشان يشتغل بالاشاره الكهربيه والحريق يتم اطفائها. عندي الدبل انترلوك سيستم ده لازم يشتغل باشارتين، اشاره كهربيه تعرفه ان يفتح الفالف، ثم البالب بيتكسر بتاع السبرينكلر عشان يعرفوا ان الحريق كده لازم يشتغل. يعني الدبل انترلوك سيستم لازم يشتغل بحاجتين، اشاره كهربيه ثم كسر البالب عشان يشتغل السيستم. تمام. الدلويج سيستم، الدلويج سيستم هو نظام الفيضان، ده بيكون نظام مرشات تلقائيه بس ما بتكونش زي الويت مغلقه، بتكون مقفوله، يعني البالب معتبر مكسور او مش موجود، يعني السبرينكلر مفتوح والماسوره مفتوحه لحد الفالف، اسمه دليوج فالف. الدليوج فالف ده بيبقى متوصل باشاره كهربيه، بيفتح لما يروح له اشاره من الديتكشن سيستم او الحساس ان في اشاره ان في كهرباء او في سموك او هيت، فبيبتدي يبعت اشاره كهربيه للدليوج فالف يفتح، فبالفعل بيغمر كل المكان، لان هو هنا ما عنديش موست ريموت اريا، انا ما عنديش هنا منطقه عليها الشغل، ده انا هي كل مرشات مفتوحه، فبيبتدي غمر المكان بالكامل. وطبعا البايبس فيلد نوت فيلد وذ ووتر،
اور جاز، يعني ما فيهاش لا ميه ولا جاز. ويقول لك هافنت ماست ريموت اريا فور ورك، وكمان هافنت ماست هافنت موست ريموت اريا هافنت موست ريموت اريا فور ورك. وطبعا السنسور اور الديتكتور هيت سموك فليم، لا اما لهب او حراره او دخان. سند سيجنال الكتريكال سيجنال تو ديلوج فالف تو اوبن. وهنشوف دلوقتي فيديو يوضح لنا ازاي الديلوج فالف بيشتغل. The DV5 deluge valve with electric actuation. This is an automatic water control valve used in deluge, pre-action, and special types of fire protection systems. What is the model DV5 deluge valve is a diaphragm style valve that depends upon water pressure in the diaphragm chamber to hold the diaphragm closed against the water supply pressure. The system is shown ready for operation. The water supply contains water under pressure, shown here in blue. This is also connected to the diaphragm chamber, the solenoid valve, and the manual control station. Air open to atmosphere is in three locations, shown here in orange. 1. The sprinkler pipe system. 2. The water alarm switch and automatic drain valve trim. 3. The trim which connects the automatic shutoff valve. When the fire sets off a heat detector, the detector sends a signal to the control panel. The control panel goes into alarm condition and opens the solenoid. طبعا هو بيقول هنا لما الحريق بتحصل بتبعت للديتكشن او ديتكتور، بيبعت اشاره كهربيه للكنترول بانل، بتبعت اشاره كهربيه للدلوش فالف انه يفتح. The open solenoid valve will release water from the diaphragm chamber faster than it can be replenished through the 1/8 inch restriction in the automatic shutoff valve. عندي كده مفتوح وكل المكان ده مفتوح ما فيهوش ميه. The diaphragm chamber forces the diaphragm open, allowing water to spray out of the sprinklers or nozzles. بيعمل نظام غمر كل الميه. Water flows through the system to the sprinklers and the water flow pressure alarm switch, activating the alarm. Water also passes through the trim to the automatic shutoff valve. Once closed, it will prevent the diaphragm chamber from becoming repressurized. This protects against accidentally shutting the system off if the solenoid valve were inadvertently closed. Let's take a look at the system in action. النظام هيشتغل كده. الدريج فالف جات له إشارة كهربية. ابتدى يغمر المواسير ثم يغمر المكان كله بالكامل. After the fire is under control, the main supply valve is manually closed to shut off the water supply and the diaphragm chamber supply. ازاي السبرينكلر بيشتغل؟ ده نوع معين من السبرينكلر وهو البندنت سبرينكلر. طبعا في البلب الزجاجي هنا، الحريق هتشتغل ثم بدرجات الحراره العاليه هتتكسر البلب الزجاجي ده، ثم الميه مضغوطه في المواسير دي فهتبتدي الميه تغمر المكان بالكامل، وهو دي وظيفه السبرينكلر او عمل السبرينكلر. الحريق اهي انكسر البلب، الميه نزلت تغمر المكان بالكامل، هو ده عمل السبرينكلر. تمام. السبرينكلر بيقول لي اور سبرينكلر اور سبرينكلر هيت از كومبوننت اوف فاير سبرينكلر سيستم ذات ديتشارج وين افكت فاير هاف بين ديتكتد. يعني بيقول البلب اللي في السبرينكلر ده بيتكسر لما بتعدي درجة الحرارة، الحرارة اللي هو مسموح بيها في السائل الموجود بداخله. تمام. عندي مكونات الشبكة. مكونات الشبكة بداية من الريزر. الريزر اللي هو الماسورة الرأسية دي اسمها الريزر، وبتطلع كده على حسب الأدوار. وعندي هنا ده اسمه الكروس مين، دي ماسورة رئيسية بتوزع على الفروع، الفروع اللي هي البرانش لاين، والفروع دي هي المتصل بيها السبرينكلرز. والسبرينكلر آخر نقطة في الشبكة، ثم بعدها رجوعا بالخلف إلى البرانش لاين، ثم الكروس مين، ثم الريزر، ثم الهيدر، ثم الاستيشنري بامب، ثم التانك. تمام. ازاي اختار سبرينكلر؟ الرشاش بيتم اختياره لوضعه في مكان او في نظام مائي، مش اي رشاش بيتحط في اي نظام. وايه هي العوامل والخصائص
اللي بيتوقف عليها اختيار الرشاش. اول خاصية الثيرمال سنسيتيفيتي، الحساسية الحرارية للرشاش، ودي بتجرى من خلال تجارب معملية بيعملها المتخصصون في صناعة الرشاشات. تاني حاجة الكي فاكتور فور سبرينكلر او الاورفيس سايز، اللي هي قطر النوزل بتاع السبرينكلر ده بينزل يعني كم قطرة في الثانية، او كم قطرة في الايه قطرة المية بيبقى قطرها قد ايه. تمام. تالت حاجة الانستوليشن اورينتيشن، اتجاه التركيب للسبرينكلر. رابع حاجة التمبريتشر ريتنج فور سبرينكلر. انا عندي في الجدول اللي قدامي ده بيوضح الكي فاكتور والسبرينكلر ديسشارج كاركترستكس ايدنتيفيكيشن. الكاركترستكس بتاعت السبرينكلر هنا لو هناخد النمونة الكي فاكتور، عندي هنا معظم الكي فاكتور بيبقى 5.6، وده بيبقى ابروفد بالنسبة للويت سيستم. تمام. وبيبقى النوزل بتاع السبرينكلر غالبا بيكون نص بوصة، نص بوصة، بيطلعش هو التلات اربع بوصة ولا الكلام ده. الحاجات دي بتبقى يعني ايه اللي بتبقى سبيشال ووركس. تمام. فاحنا الكومن بتاعنا اللي هو نص انش، وكمان الكي فاكتور 5.6. تمبريتشر ريتنج فور اوف سبرينكلرز، انا عندي كل سبرينكلر بيختلف البلب بتاعه لونه على حسب درجة الحرارة. يعني في الجدول ده مثلا لما يكون عندي درجة الحرارة بتاعت الوسط او المكان اللي فيه الحريق تتراوح ما بين 38، بتكون تقريبا 38 سليزيوس اللي هي بتعادلها 100 درجة فهرنهايت. عندي هنا الجلاس بلب كلر، يعني لون البلب بيكون اورنج او ريد احمر او برتقاني. طيب بالنسبة لما يكون مثلا 625 فهرنهايت اللي تعادل 329 درجة سليزيوس، طبعا حاجة عالية جدا، دي بختار لها لون البلب ايه اسود. يعني من لون البلب اقدر احدد درجة الحرارة، ومن درجة الحرارة اقدر احدد لون البلب اللي بختار به الرشاش. زي الصورة دي مثلا، عندي هنا كل صورة موضحة درجات الحرارة عليها. يعني عندي هنا ده الشفاف، ممكن اللي هو الانكرر ده يبقى 57 درجة سليزيوس، و650 دي مثلا اللي هو الاسود، وهكذا. اخر خاصية عندي في اختيار الرشاشات هي الاورينتيشن، يعني اتجاه التركيب للرشاش. عندي انا انواع الرشاشات، في انواع هما الشائع منهم ثلاث انواع، الابرايت والبنتنت والسايد وول. عندي انواع تانية زي الفلاش والكونسيلد والريسيزد. الحاجات دي بتكون استخدامها قليل لان هي بتكون ديكوريتيف اكتر، يهمهم ان هي ما يكونش باينه في السقف، انت مش مركب نظام فاير فايتنج. بالنسبة للمصانع والبنزينة والاماكن التانية مش شرط ان هي تكون ديكوريتيف، فبستخدم فيها ثلاث انواع رئيسية زي الصدو سايد وول والابرايت سبرينكلر والبندنت سبرينكلر. طبعا كل صورة هنا مكتوب عليها اسمها، يعني ده الكونسيلد وده الكونسيلد برضو، ده فيرتيكال وده هوريزونتال، وعندي هنا الريسيزد اللي هو غاطس جوه السقف، وعندي طبعا ده الكونفنشنال سايد وول، ده هوريزونتال وده سايد وول فيرتيكال. وعندي هنا طبعا اشهر نوعين بستخدمهم، عندي الابرايت والبندنت سبرينكلر. الاثنين دول اكتر نوعين شائعين استخدام في الويت سيستم. طبعا السبرينكلر ديتيلز دي حاجه لازم تكون معروفه، تركيب الرشاش نفسه، الرشاش نفسه هو الشكل ده كده، انا مش عارف ايه اللي جواه. هو طبعا بادئ من هنا بالجزء المقلوص ده، ده بيركب في جزء التي او الجزء التي اللي موجود على البايبس اللي بيركب على الشبكة، وكون من ثلاث اجزاء. عندي جزء الديفليكتور الموزع، وده بيكون شكله على حسب شكل الرشاش، لو هو بندنت زي اللي قدامنا ده كده يبقى شكله بيعمل زي الامبريلا كده، امبريلا لتحت يعني بيوزع المية لتحت. والتاني جزء هو الجلاس بلب، دي البلب الزجاجي او الجزء الزجاجي ده بيبقى جواه سائل بيتمدد بدرجة الحرارة، يتمدد بسرعة بدرجة الحرارة، وطبعا التمبريتشر ريتنج احنا شفناها.
والكاب سيل. الكاب والسيل ده الجزء اللي هو اللي فوق ده اللي هو بيقفل على الميه. فعندما تنكسر البلب الزجاجي او الجزء الزجاجي تنزح الكاب او السيل من السبرينكلر، ثم تنزل الميه من الماسوره ثم تتوزع بواسطه الديفليكتور. عندي حاجه تانية نسيت اقولها، ان هي درجه حراره الميه. درجه حراره الميه في الويت سيستم تتراوح ما بين 4 سلسيوس الى 49 سلسيوس. لو زادت عن كده هضطر اعمل لها تشيلد ووتر، يعني ابردها، او مش هتكون ابروفد للحريق. ولو قلت عن كده مش هينفع، عشان ممكن حجمها يزيد من البروده، حجمها يزيد يعني تبقى فريزنج، حجمها يزيد فتكسر المواسير او ما تنزلش من السبرينكلر. بكده نكون انتهينا من الدرس الثاني او السيشن الثاني من الجزء الاول في شرح الفاير فايتنج مع المهندس طه ابو النور، شرح الفاير فايتنج. اتمنى ان اكون افدتكم النهارده، وان شاء الله نكمل المره الجايه السيشن رقم 3. كان معكم مهندس طه ابو النور من قناه مواهب ابداع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.